عن إجابة. في نون مشاركتك وتسجيلك ونقاشك صدقة جارية بإذن الله في نشر العلم. في نون تسجيلك بفيديو قصير من لابتوب، من كاميرا أو حتى من جوال، تسجيلك بكلمة، بصورة، بملف. فكرة بسيطة وما راح تنجح إلا بمشاركتنا كلنا. زورونا في الموقع noon.ca. زور الموقع وشاركنا نجاح. معظمنا مشاهدينا الكرام يحفظ قول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان تكتسب العلا وسافر في الأسفار خمس فوائد. مشاهدينا، الحديث اليوم عن الأسفار وعن الابتعاث بالتحديد عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهذه الفوائد التي نعود فيها بثروة وطنية من شباب هذا الوطن. نستضيف معنا لليوم يعني خيرة من رجال وشباب هذا الوطن. معنا اليوم المهندس عميد ركن المتقاعد الأستاذ سبأ باهبري. رحب في معنا أكيد في صباح السعودية. صباح الخير، حياك الله. حياك الله. شكرا على استضافتك. وبالتاكيد المعلم سبأ باهبري. شكرا لك، تسلم. الله، صباح الخير. اكيد. وايضا معنا الطالب المبتعث طراد باهبري، كمان نرحب فيه معنا. اهلا وسهلا، صباح الخير، حياك الله. الله نور وصلى الله يحييك. يا هلا ومرحبا. ايضا معنا من جده راح ينضم لنا ان شاء الله الدكتور نزار باهبري، وايضا حنتحدث عن نادي نون الالكتروني اللي تابعنا بعض اللقطات عنه في بدايه هذه الفقره. ولكن بدايه اسمحوا لنا ان ننطلق باسئلتنا مع الدكتور سبأ. يعني بالنسبه استاذ سبأ، عفوا، بالنسبه لي يعني برامج الابتعاث الخارجي، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الاثر الثقافي والعلمي وايضا التطوير الاقتصادي للمملكه العربيه السعوديه الناتج عن برامج الابتعاث. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب اعتذر للمشاهدين عن جرعه البهبري الزايده اليوم. ثلاثه بهبري ضيوف في برنامج واحد. حياكم الله. شيء ثقيل شويه، لكن نتشرف يعني استحملونا. بالنسبه للابتعاث، الابتعاث كان دائما وسيله الدول للحصول على العلم الذي لا تستطيع ان توفره لابنائها بامكانياتها الذاتيه في الداخل. فيما مضى على أيامي أنا كان هذا الأمر صحيح، كان هناك تخصصات لا توجد في الجامعات السعودية. نعم. اليوم اختلف الأمر. اليوم المملكة تحتاج ليس إلى التخصصات فقط، ولكن إلى الأعداد أيضا. صحيح. ويبدو أنه يعني الجامعات السعودية مع زيادة أعدادها وتضاعف أعداد المقبولين فيها لا تزال لا تستطيع أن تلبي احتياجات المملكة من الكفاءات المتخصصة في مجالات معينة كالطب والهندسة وعلوم الحاسب الآلي، ولذلك لابد من الابتعاث. صحيح. وأعتقد أنه من أفضل إنجازات وأعظم إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الاستثمار في التعليم وبالذات في الابتعاث. صحيح. لأنه لما نبتعث ناس للخارج هذا لا يعني أن جامعاتنا قاصرة ولا تستطيع أن تواكب المتطلبات فقط، ولكن الابتعاث للخارج يوجد جسور من التواصل بين شبابنا وبين الشباب الآخر في الحضارات الأخرى. أيضا يوجد قنوات للتواصل بين جامعاتنا والجامعات الكبرى في العالم. فالابتعاث ضرورة، وإذا توفرت الإمكانيات المادية فليس أفضل من التوسع في الابتعاث. بالتأكيد، خصوصا في المجالات التي تحتاجها المملكة للنهوض بالخدمات الأساسية زي الطب، البناء، تكوين البنية التحتية على الأسس الحديثة اللي هي تقنية. نعم. الحاسب الآلي والإلكتروني. نعم. مهندس سبأ، يعني خلينا نتحدث عن أكثر من 120 ألف مبتعث ومبتعثة. يعني إيش المردود إن شاء الله في المستقبل والحصيلة العلمية والعملية والنهضة الكبيرة التي بإذن الله نتمنى لهذا الوطن؟ والله شوف، أنت لما تقرأ الإحصائيات تجد أنه في المملكة أكثر من 600 أو 700 ألف وافد من ذوي الكفاءات العالية. نعم. في الطب وفي الهندسة وفي علوم الحاسب الآلي وأيضا في التخصصات الكيميائية. يعني المملكة. صحيح. العربية السعودية من أبرز الدول المنتجة للصناعات أو لمنتجات الصناعة الكيماوية. ولله. ونحن نحتاج إلى كل سنة مع هذا التوسع الذي يحدث في المصانع إلى 5 أو 10 آلاف متخصص في هذه الأمور. صحيح. فمائة وعشرين ألف هؤلاء إذا أحسنت رعايتهم وتوجيههم إلى الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل في المملكة العربية السعودية
سيساهم إن شاء الله كثيرا في عملية السعودة وإحلال الكفاءات بكفاءات. صحيح. بينما قد يحدث الآن أنه يكون عندنا سعودة ولكن أنت السعودة الحالية فيها كثير من إحلال الكفاءات بكفاءات أقل. صحيح. فقط لأنه سعودي يجب أن أعطيه الفرصة وهذا صح. حقه. صحيح. ولكن بعد فترة لما يجيك سعودي متخرج بكفاءة عالية من جامعات كبيرة سيكون الإحلال إحلال مجدي ومفيد. صحيح. ومفخرة لهذه المنشأة أيضا أنها تضم مثل هذا الشاب المتعلم وسبب في رقي بالتأكيد مجالات العمل. بالتأكيد. أيضا يعني اسمح لنا أستاذ سبأ حابين أيضا يعني نتعرف أكثر على الشباب المبتعث، هذه الطاقات الشبابية ما شاء الله اللي أيضا صار لكم توجهات فيما يخص المجتمع برسائل معينة تطلقوها. أبغى في البداية أتعرف على واقع الشاب المبتعث، كيف بتوصف لنا واقع الشباب أيضا واندفاعه وحماسته لإنهاء الدراسة والعودة أيضا لخدمة الوطن؟ بداية كل كلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم صل وسلم. المبتعثين دائما في بدايتهم أول ما يطلع بحماس كبير. الحماس هذا يكون دائما حماس التعرف على الاجتماع الحضارات الثانية، المجتمعات المختلفة، تجربة جديدة، تجربة لم تتوفر هنا. فيطلع الشاب بحماس وبهدف وطموح جدا عالي. بالذات لأنه الآن راح يبدأ في مكان جديد، راح يمثل وطنه، يمثل دينه. يمثل شخصيته. صح. التي راح تتبلور في هذا البيئة الجديدة. بالضبط. فهذه من أكبر الدوافع للمبتعثين بالذات الآن في الفئات الجديدة في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. ما شاء الله منهم بوادر جبارة من ناحية المواهب والإمكانيات ويخرجون من البيئة اللي هي موجودة في البيئة السعودية من حيث أنه خلاص المسؤولية الاجتماعية تعتبر عندهم كعادة أكثر منها مجرد نشاط اجتماعي، فصار عندهم مسؤولية اجتماعية أكبر، مسؤولية شخصية أكبر. صحيح. أنه يتعرض لمواقف وتجارب لا تسنح له الفرصة بما أنه مع أهله وموفر له الخدمات أن تتوفر له في السعودية. لا. صحيح. تراد يعني كيف تشوف حماس الطلاب؟ يعني بالتأكيد أنه طالب مدفوع له كل التكاليف ومكافأة شهرية وأيضا تذاكر، يعني كل سبل الراحة موفر لهذا الطالب، كيف تشاهد الحماس بالتأكيد للتحصيل العلمي؟ عادة الفرق بين الطلاب السعوديين والطلاب اللي هم في نفس البلد دائما يكون الدرجات. صحيح. أوكي. إذا الطالب السعودي جاء ودخل الجامعات أنا مثال الطالب من كندا. نعم. الطالب السعودي مدخل الجامعات الكندية الدافع الأساسي له اللي يخليه يحفزه إلى التحسن هي الدرجات. تختلف القصة بالنسبة للطالب الكندي. نعم. الطالب الكندي الدافع له إنه يحصل على الشهادة لأنه غالبا اللي هي التيوشن فيز المبالغ تدفع في الدراسة مدفوع، هو يأخذ قرض من الحكومة ويدفع الحكومة بعد ما يتخرج. نعم. فدافعه يختلف عننا، مو مجرد أنه يتميز دراسيا، الدافع أنه ينتهي من الدراسة. نعم. ويحصل على أقرب وصير أقرب وظيفة ممكنة للتسديد. نعم. هنا الحماسة أكيد هي يمكن المحرك الأساسي للشباب. إحنا نبغى نتكلم عن إحدى المفرزات اللي طلعت عن أفكار الشباب المتجددة، ونبغى نسأل الدكتور نزار بهبري من جدة طبعا بعد ما نرحب فيه ونصبحه بالخير. دكتور نزار، لو سألتك كده مباشرة، من هم نون؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أصبح عليكم وأصبح على الأخ فيصل والأخت بنان وأسلم على أولاد عمي كمان. وسألتيني سؤال ممتاز، من هم نون؟ نون هم كل الشباب السعودي المتعلم اللي هم مليان طموح، مليان أحلام، نجحوا وبيشاركوا بنجاحهم الأشخاص اللي بيستعدوا لخوض مرحلة النجاح إن شاء الله في الابتعاث الخارجي أو في التعليم العالي داخل المملكة. نعم. دكتور نزار، كيف شفت حماس الطلاب يعني كما ذكرنا الطراد، يعني وكيف لاحظت انشراء التخصصات الطبية؟ يعني في بعض الطلاب ممكن لا يتسنى له الفرصة للدخول في الجامعات السعودية فيحاول جاهدا الدخول والانخراط في الجامعات العالمية، كيف شفت الحماس وكيف شفت تقبل الطلاب السعوديين لمجال الطب؟ أنا أعتقد إنه الحماس وحب العلم والنشاط اللي موجود في الشباب السعوديين في جميع التخصصات عظيم وهائل الحقيقة على مدى السنين اللي فاتت. طبعاً إحنا نعرف إنه المبتعثين من الأطباء موجودين من أكثر من 20 سنة. صحيح. أكثر من 25 سنة،
وحقق نجاحات كبيرة. أظن أن مستوى الطب في المملكة كله مبني بفضل من الله على الابتعاث الأول ثم النجاح في الجامعات السعودية المتواجدة الآن. نعم. لكن الآن نشوف قديش عدد الناس اللي يعني من المبتعثين أو من الشباب المتعلم الآن في الجامعات وحبهم للأعمال التطوعية وحبهم للحماس لأنهم إظهار بلدهم بأفضل طريقة ممكنة. هذا يعني تغير واسع وكبير حصل على مدى الأربع إلى الثلاث سنين اللي كنت فيها في كندا في آخر فترة ابتعاثي. نعم، يعني دكتور اسمح لنا أيضا حابين هنا نتوجه يمكن لتعرف أكثر على نادي نون الإلكتروني. طرد حابة أني أسألك عن هذا النادي، عن الهدف منه وماذا يقدم لأعضاء نادي نون الإلكتروني. بداية الشخص المناسب اللي يسأل عن نادي نون هو نزار، لأنه هو الفاوندر، هو الذي أنشأ الفكرة وهو الذي طورها وهو الذي يعني كان سبب في تحقيق الحلم. نعم. نادي نون هو فكرته أتت من نون والقلم وما يسطرون. في التاريخ الإسلامي كان كل العلم يسطر في الكتب. الآن مع عصر التكنولوجيا والعصور الجديدة والإعلام، إحنا نبغى نسطر العلم والخبرات من جميع الطلبة المبتعثين باستخدام التكنولوجيا. جميل. فكرة النادي أي أحد من المبتعثين عنده خبرة ناجحة في مجال جامعي، مجال فترة اللغة، في مجالات الماجستير، الدكتوراه، تقديم الجامعات في القبول، التعرف على مدينة، يقدم لنا فكرة ويقدمها في خلال 5 دقائق فقط. ممتاز. حيث ما تزيد المدة لا يمل المشاهد. وكثير من الآن الإعلام صار مور انتراكتيف، لو تشوفوا القنوات اللي موجودة على اليوتيوب. سرقين الفكرة من تويتر، أوكي؟ يعني لا تسترسل. فضحكم بالمهندس. بس ولزق على كلام كيوبا، إنه اللي يميز نادي نون عن أي المواقع الاجتماعية أنها نادي مجرد أكاديمي. ممتاز. مجرد أهدافه أكاديمية فقط. وجميع الخبرات هناك تعتبر خبرات من مصادر موثوقة. يعني إحنا كثير من الشباب لما يطلعوا يسافروا برا يعتمد على ناس ذو تجارب، لكن قد التجارب هذه ما تكون شخصية أكثر منها عامة تنفع يعني الجميع. الجميل طراد إنه أنكم ما نسيتوا يعني فضل هذا البلد وفضل بالتأكيد سيدة خادم الحرمين الشريفين. من ينسى فضل هذا البلد؟ إنسان جاحد بالتأكيد لا يستحق الحياة بالتأكيد، لأنه الحمد لله نحن نعيش في بلد وفر لنا الأمن والإطمئنان وفرص الكسب الشريف، وأيضا فتح أمام جميع المجالات لمن يحب أن يعمل وينتج ويتفاعل. بالتأكيد. ورد الجميل أيضا من طراد وزملائه أيضا مهندس سبل. رد الجميل من كل شباب المملكة، طراد وزملائه والآخرين، أن يكون عندهم حس عالي بالانتماء. صح. نعم، حس عالي. يكفي أن ننظر لنرى ماذا يحدث حولنا. بالتأكيد. صحيح أستاذ سبا، يمكن حس عالي بالانتماء وأيضا يمكن نقطة ذكرها طراد اللي هي التعبير عن الصورة الحقيقية للشاب وأيضا تصرفاته اللي مسؤول عنها. صحيح. في هذه البيئة الجديدة. يعني شوفي، أي مبتعث في الخارج هو أولا وقبل كل شيء سفير لدينه. صحيح. هو مسلم والناس سيحكموا على الإسلام والمسلمين من خلال ما يروا من تصرفاته. بالتأكيد. ولا ننسى، شوفي مثلا الحضارم نشروا الإسلام في جنوب شرق آسيا، إندونيسيا كلها. نعم. من صحيح. خلال إيش؟ التعامل الحسن. صحيح. صحيح. مع سكان تلك الجزر. أيضا أنا في أيام ما كنت مبتعث كان لي زملاء يعني أنا أغبطهم. الله هدى العائلة الإنجليزية اللي كان هو ساكن معاها على يدي. الله. منهم زميلي ما أنسى محمد البنيان. نعم. هذا الأسرة اللي كان يسكن عندها كانت عجوز في آخر عمرها، الله كتب لها السعادة وأن تنتقل إلى الإسلام على يد محمد. وهذا ما نتمناه الآن من شبابنا، أن يكون فاعل بهذه الدرجة. نبغى نرجع للدكتور نزار في جدة. دكتور نزار، يمكن مثل ما تحدثنا مع طراد عن نادي نون الإلكتروني وقال إن خير ما نسأل عن هذا الموضوع هو أنت، يعني أنا حابة أني أرجع لك بالسؤال أكيد حول هذا الموضوع. أعطي القوس باريها. وسنعيدها الآن أكيد لي يعني الدكتور نزار. دكتور نزار، بالنسبة للنادي يعني كيف شفتم تفاعل الشباب؟ ما هي الأفكار الإيجابية، الأفكار المبتكرة اللي جاتكم أيضا من مشاركة الشباب في هذا النادي؟ طيب، أنا الحقيقة لازم إني أقول الأساس إنه هو نادي نون هو حلم سعودي. نعم. وكل واحد فينا في أي مكان بيطلع فيه حوالين العالم بيقابل دائما، وهو كمبتعث بيقابل صعوبات. الفكرة الأساسية في نادي نون إنه إذا واجهتك صعوبات وتم حلها سواء أكاديمياً أو معيشياً وسببت نجاحك، ما هو لازم الأشخاص اللي يجوا بعدك يواجهوا نفس الصعوبات. نعم.
فبالتالي كل اللي ياخذه منك انك تسجل انت مجرد 5 دقائق تشرح للناس كيف تغلبت على الصعوبه هذه وكيف نجحت، وبالتالي يقدروا كلهم يطبقوا نفس العمليه بحيث انهم ما يصلحوا في نفس الغلطه اللي انت سويت فيها. بالتاكيد طبعا ممتاز. هذه كانت مبنيه على اساس انه احنا مره سوينا